سيستم 3 4 3 لازم يكون عندك مدافعين مختصين او خصوصيه مدافعين.
سليمه ولكن هو شدد ومن حسن حظه الشباب ليش ثم سيتمكن الفريق من تعديل النتيجه ضربه جزاء ياسين الشماخي حول الى هدف تعادل 1-1 بلال المجري في الشوط الثاني سيتمكن من تسجيل الهدف الثاني كذلك في الدقيقه 55 سنشاهد الهدف الثاني مره اخرى ضربه جزاء مقابل ضربات الجزاء 4 ضربات جزاء كامله صفرها الحكم نصر الله الجوادي هذا الهدف الثاني بلال المجري بمفرده في القائم الثاني يسجل الهدف التقدم لمصلحه الملعب التونسي 2-1 ثم ضربه جزاء جديده واضحه صحيحه شاهدوا جيدا تكبير الجسم باليد وسام يحيى يتحصل على ضربه جزاء ويحولها بنفسه الى هدف التعادل 2-2 النتيجه النهائيه في هذه المباراه قبل كره اولى من المجري تصطدم بيد وسام يحيى اليد في وضعيه غير طبيعيه وبالتالي ضربه جزاء صحيحه لمصلحه الملعب التونسي سجلها بامتياز كما قلت حسين المسعدي ثم هنا اكدنا في الشوط الاول عمليه عاديه لا وجود لضربه جزاء تقريبا ضربه الجزاء الوحيده الغير صحيحه اللي صفرها الحكم شاهدوا هنا جيدا اليد كانت مفتوحه كبرت الجسم وبالتالي ضربه جزاء موجوده ثم ضربه جزاء اخيره رابعه صفرها الحكم واكدنا على تواجدها باعتبار اليد كانت في وضعيه غير طبيعيه وكبرت الجسم شاهدوا جيدا ضربة جزاء أخرى صحيحة، 3 ضربات جزاء صحيحة في هذه المباراة، منهم 2 سجلوا للنادي الإفريقي، وواحدة ضائعة في حين ضربة جزاء وحيدة صفرت كانت صحيحة للملعب التونسي. اللقطات التي لا نريد صراحة أن نشاهدها في الدوري التونسي وفي الدوريات العربية، شاهدوا جيدا الكرة، نوقف الصورة عند وصول الكرة، لا نوقف الصورة، هنا صفر الحكم تسلل، نوقف الصورة في التمريرة، نرجع، نوقف الصورة في التمريرة حتى نشاهد لاعبين يعني حارس مرمى ولاعب متواجد على الخط النهائي للمرمى كيف شاهدوا جيدا العمليه نمشي الصوره حتى نظهر انه وجود حارس وكان في لاعب في المرمى نوقف الصوره هنا شاهدوا جيدا يعني حارس ولاعب وراء وسام بن يحيى كيف شاهد مساعد الحكم تسلل لا ندري على كل الامور واضحه لا وجود لتسلل في اخر المباراه الملعب التونسي نقطه التعادل امام النادي الافريقي في مباراه مفتوحه حقيقه على كل الاحتمالات خلال المباراه وخلال كل اطوال المباراه بين الفريقين. مرحبا بكم مرحبا بالساده مشاهدين قناه الكاس. صحيح اول مباراه بالنسبه لي على راس الملعب التونسي مباراه نعرفها من البدايه صعبه نظري في المنافس يبقى فريق كبير فريق عريق لكن اليوم مباريته خلات المباراه تكون صعبه في الاداء قبل ما تكون على الميدان. اعتقد انه حضرنا مباراتنا كما يلزم اللاعبين كانوا عازمين باش يحضروا الدفاع بعد سلسله النتائج السلبيه. اعتقد انه تحكمنا في الشوط الاول سيطرنا سجلنا هدف وضيعنا عديد الاهداف كنا نجم ممكن ننهي المباراه من الشوط الاول اعتقد انه ممكن نلوم انفسنا هنا. من بعد ضربه جزاء يرفع المنافس في النتيجه. الشوط الثاني مشينا اكثر الهجوم سجلنا هدف لكن نقول انا ممكن الضغط نتاع المباراه خلى الحكم ممكن يطيح في فخ المجاملات نوعا ما. على العموم شفنا حاجات مش باهيه ما نحبوش نتكلموا عليها. تلعب ضد منافس مجروح هذا مفهوم، منافس حاجته بالنتيجه هذا مفهوم، لكن فما استحقاق في الميدان. على العموم معناها كي خرجنا بنقطه تعتبر حاجه ايجابيه. اهم شيء انه منافس ورانا في الترتيب ما خذاش نقاط، كنا نجمو ناخذ 3 نقاط اللي تخلينا معناها في اريحيه خاصه مع فتره التوقف. هذا كان كنا مخبطينه لكن نقطه التعادل نقول احنا ايجابيه ضد منافس في حاجه كبيره